طبعا يعني أربأ بسعادة الأخ رئيس المجلس مرزوق الغانم، وأستبعد بأن لا قدر الله خلف الكواليس يعمل أي صفقات سياسية في سبيل إفشال الاستجواب. النواب بكرة حاضرين، الشعب الكويتي راح يشوف راح يفهم. أما التصنيف اللي صنفه أخوي أبو يوسف وكأن الكويت عزبة ويتقاسمها يعني متنفذين، نحن في دولة مؤسسات، وهذا المجلس يسمع أن هناك رأي عند ناس نخبة المجتمع وسياسيين وناشطين يعتقدون ويحللون الأمور بهذا الشكل، على المجلس وعلى الحكومة أن تثبت عكس هذا. طيب. يعني سمو الرئيس أنا كلي ثقة من أن ما يقوله أخوي أبو يوسف أن الأخ محمد الصقر الزميل السابق اللي اليوم مو موجود بالمشهد السياسي ولا له شغل، إذا فعلا قاعد يتدخل بهذه الطريقة، يعني كثر الحديث حول هذه الشخصية والتدخل شيء كارثي. إن صدق الأخ أبو يوسف وما ذهب إليه، وأنا أربع بسمو هذا الرئيس غير صحيح. لا أنا يعني الشواهد اللي عندي يمكن يعني غير كذي على الواقع، لكن أسمع ويقولون لي وتعيينات واللي خلف الكواليس نسمع الكلام طبعا. اللي يسمع الأخ واضح. يوسف وبالتالي سمو الرئيس واضح. يا عسى الله يطول عمره مطالب بأن يثبت للشعب الكويتي أنه هو صاحب القرار وهو اللي يدير شؤون وزارته وهو اللي يرسم سياسة الوزارة ويشرف على أداء كل الوزراء، وليس هناك أي متنفذ يعين وزيرا ويتدخل. طيب. ثم بالنسبة للمتحدثين أعتقد ما سنطرحه وراح يحرج النواب، أعتقد بالنسبة للمؤيدين للاستجواب سيزيد العدد، لأنني سأحرج الأخوة الزملاء أضع أمامهم حقائق، وبالتالي الكل يريد أن يبرر ويعبر لأنني سأسمي الأخوة الزملاء، وبالتالي أعتقد بأن ما سيثبت غدا هو على الأقل الثلاثة. أنت لا تريد أكثر من ثلاث متحدثين مؤيدين وثلاثة معارضين وهم موجودين في الجناحين، وراح نكون احنا اخوة وزملاء ومتحابين، ولن لا قدر الله يعني ننزل في مستوى حوارنا ونقاشنا او نسيء لبعضنا. لا، فمن يملك الحق في الاستجواب يقوم بدوره والوزير المستجو يقوم بدوره، ونحن كزملاء مؤيدين ومعارضين نحترم بعضنا البعض، ومن حق اللي بيوقفوا ويدافعوا عن الوزير. هل سنصل إلى طرح الثقة أبو طلال؟ أتوقع نعم، أتوقع أننا أنا شخصيا في كلام أن في هناك 10 أسماء جاهزة، هل هذا صحيح؟ لا والله، يشهد الله أولا أنا شخصيا لا أي نوع من التنسيق، وبكرة راح يبان أن أنا أتكلم في وادي في ضمن نفس المحاور والاستجواب في وادي آخر، لأني ما في أي نوع من التنسيق مع النائب المستجوب. ثم لم يجرؤ النائب المستجوب أن يطلب من أي من زملائه هذه ورقة وتعالوا وقعوا، لأن هذه الثقافة مو موجودة بهالمجلس. هاي زمان توقع 10 وتنحط بالجيب قبل لا يصعدون من الصعيب، وهذا لا يجوز لا دستوريا ولا لائحيا، والآن هذا غير موجود، ولا تعرف للآن اسم من العشرة. ولكنني وفق ما سأطرحه عن نفسي على الأقل أعتقد أنني أضمن أنه يوصل العدد 20 بيه. تخيل، لأن قلت لك أنا الآن سنضع المجلس والنواب في مواجهة الشعب الكويتي، وبالتالي إذا ما أحد سماني وأنا معني ويشهدني والشعب الكويتي يجب أن أقول كلمتي. جيد. وهذا هو ما سنعمله إن شاء الله إحنا. طيب. يوم غد، وبالتالي لا الحكومة وهي أنا أقول لك في وزراء فازعين ويا زميلهم الوزير وحاولوا يكلمون بعض النواب،
الجميل من النواب يقولون لمن يتصل بهم: يا جماعة احنا والله مبانين موقع، بنسمع، خل نسمع من الوزير، خل نسمع من الاخوان ثم نقرر، لا تقولوا لنا من الان والله ماشي الحال، لا توقع على طلب طرح لان الوقت يدركنا. ابو طلال، انا ابو يوسف بس ابي اسالك، ابو طلال قال بان في من الوزراء فازعين للوزير، هناك كلام ان ايضا هناك من هم في مجلس الوزراء يدفعون باتجاه اقاله الوزير المدعج ولكن لا يعلنون عن ذلك، هل هذا متوقع؟ هل هذا واقع؟ يعني حتى الان انا لم اسمع اي من الوزراء يعني. إذن هناك تضامن وزاري حكومي أتوقع مع داعم يعني الوزير؟ كان هناك حديث يعني على استحياء، نعم، أن رئيس الوزراء غير مرتاح لوجود دكتور عبد المحسن المدعج، لكن ثبت فعليا أن رئيس الوزراء لم يطرح مثل هذه الفكرة. الأمر الآخر، أنا يعني تعليقا على كلام أخونا الدكتور عبد الحميد دشتي، هو أنا دائما أقول إذا لم يكن هناك تسوية خلال الأسبوعين الفاتوا، طرح الثقة، قائمة طرح الثقة لن تكون في جيب الدكتور عبدالله الطريجي، بل ستكون في جيب رئيس مجلس الأمة مرزوق. لا زال تصر على هذا؟ نعم، إذا لم يكن هناك تسوية، لأن صاحب الملف فعليا هو رئيس مجلس الأمة، وهذا مطروح في الساحة، يعني كثير من التحليلات تتحدث عن حق وطن. لا والله قمة الظلم، لا والله قمة الظلم. طيب، إذا كانت الورقة ستكون في جيبي أنا، أنا من سيفتر على النواب بعد أن أحرج الكل، وبالتالي حتى نكون يعني محددين شوي، أخوي وزميلي بيوسف يعتقد، خلنا نقول نظرية المؤامرة مسيطرة عليه، يعتقد بأن هناك صراع وهذا استجواب وراء الرئيس، وأنا قسما بالله العظيم لم يحدث أن كلمني رئيس مجلس الأمة لا ابتداء ولا انتهاء، وإحنا الليلة ليلة الاستجواب، وبالتالي الورقة ستكون في جيبي أنا. أنا إذا ما سمعت من الزميل وشفت تأثيره على النواب، وأنا أعلم من الآن، أنا ورقتي بعد اللي أقول أفتر سمعته ومتوقع. أبو طلال، الوقت يدركنا، أبي أسألك سؤال محدد، صرحت بأن إذا كان في هناك توجه لدى المجلس بالمراوغة بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية ما إلى ذلك، فأنت جاهز أنك أنت تقدم استجوابك مباشرة. في هناك حديث أن المحور الرابع قد يعني يصير فيه إجماع على إحالته إلى اللجنة التشريعية، وهو يتحدث عن الفساد الأخلاقي، وفي بعض العبارات اللي وردت قد تكون أفقدت هذا الاستجواب كثير من مصداقيته وقوته، ما رأيك؟ ما تعليقك؟ أنا أعتقد أن المحور الرابع مستحق، وهو يعني من المحاور التي بالأجل، إذا واحد يبي يحمي الوزير من الآن، يبي يحاول يتخلص من هالمحور بأي طريقة، الطريقة نصيحتي لهم ما تكون بالإحالة للجنة التشريعية، لأن أنا مقرر اللجنة التشريعية، والزميل الفاضل الأخ مبارك الحريص أبو سالم هو رئيس اللجنة التشريعية، نعم، ونحن الأثنين لنا رأي مسبق، أنا مؤيد لمحاور هذا الاستجواب، وهو معارض ومؤيد ومدافع عن الوزير، بالتالي شتيب لنا أنت استجواب أو أي محور من المحاور، لكن بالأخير أنا مثل ما قال الزميل، أنا لم أتقدم باستجوابي، لما أعلنت من أنني إذا كانت هناك أي مراوغة أو التفاف على هذا الاستجواب من قبل الوزير يعني بأجله ولا بيصعد المنصة، أنا أقول لكم ثاني يوم راح أتقدم باستجواب. ليش؟ لأن محاوري مستحقة والموضوعاتي قد يعني تختلف بعض الشيء، ولكنها كلها تدور في الهدر والتعسف وسوء الإدارة وسوق الأوراق المالية، وبالتالي فعلا سأتقدم بهذا الاستجواب خلال أيام إذا ما نجح هذا التكتيك. ولكن إنك والله تشطب محور ويتم التقارع الحجة بالحجة ومن ناحية دستورية ولائحية في تحت قبة عبد الله السالم، ثم يصير تصويت وينجح المجلس في شطب أي محور من المحاور،
هذا الكلام دستوري ولائحي، وبالتالي الوزير يعني بيصعد لكن ناقص محور من المحاور. إذا ما شفت أن هذا المحور مؤثر تأثير جوهري وينزع روح هذا الاستجواب، بالتأكيد سيكون لنا موقف. ما هو تعليقك على هذا المحور الرابع بالتحديد أبو يوسف؟ يعني أنا استغرب يعني من نائب مجلس أمة يتحدث عن قضية أخلاقية في وزارة، يعني الوزارات مليئة بالقضايا مثل هذا النوع. وأنا أعتقد الوزير ليس من مسؤولية الوزير أن يتابع كل فتاة وكل شاب في وزارته، هو مسؤولية الوزير أداء الوزير، هو إشراف الإشراف على عمل الوزارة فيما يختص بعمل الوزارة. أما الجوانب الأخلاقية أو ما يحدث داخل الوزارة أو خارج الوزارة من موظفين يعني على الصعيد الاجتماعي وغيره، لا ما يختص فيها الوزير. وذلك هذه جزء من محاولة الضغط النفسي على الوزير حتى نصل صاحب الاستجواب الحقيقي يصل إلى التسوية المطلوبة.